الله جل وعلا أعطانا العقل، وبعقولنا وبحواسنا نعلم أن النار محرقة مثلا، لكن هل هذه المعرفة تكفي للحصول على السعادة؟ عرفت أن النار محرقة وأن الماء مر وأن كذا؟ لا، هناك أمور، تفاصيل الأمور والأشياء لا نعرفها، لا نعرف النافع والضار على الوجه التفصيلي، لذا نحتاج إلى من يعرفنا بمصالحنا. فمن يعرفك بمصالحك؟ لا أحد أعلم من خالقك الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا نقول النفع أو الضر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، النفع والضر، وقد يكون معلوما بالشرع، فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب. هل هناك تعارض وتناقض بين الشرع وبين هذه الأمور الثلاثة المتقدمة، التجربة والعقل والفطرة؟ هل الشرع يوافق هؤلاء الثلاث، هذه الثلاث، أم الشرع يخالفها؟ يوافقها يا أخو، الشرع يوافقها. ما جاء الشرع بأمر يضر الإنسان، ما أمر الله بأمر إلا لمصلحتنا، وما نهانا عن شيء إلا لما في هذا الشيء من المضرة علينا. فالذي يأخذ بالشرع قد أخذ بماذا؟ قد أخذ بماذا؟ بالفطرة والعقل والتجربة. والمعرض عن الشرع قد أعرض عن ماذا؟ قد أعرض عن ماذا؟ عن الفطرة والعقل والتجربة. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالذي يخالف الشرع يا أخوة قد خالف الفطرة والعقل والتجربة. إذن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعقلانيين وبالمتنورين وبالمثقفين، ومع هذا هم يخالفون الشرع ومعرضون عن الشرع، نقول والله لا عقل لهم سليما، ولا ثقافة ولا تنوير. هؤلاء يعيشون في ظلمة، بل في ظلمات، وفقدوا العقول الصحيحة السليمة، وانحرفت فطرتهم، انتكست فطرتهم. لأن الذي يوافق هذه الأمور الثلاث الشرع، وليس الكفر أو مخالفة الشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع.